حسين لعب شطرنج. حسين لعب شطرنج. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قال ايه؟ شفت خير الله ما جعله خير. شفت ان انا ماشي في الصحراء لقيت ضل كتير قوي. ببص كده لقيت اسد جاي يهجم عليا. واليمة التانية قال ايه؟ اسد كمان جاي يهجم عليا. قلت يا واد اخلص من هون الاول، اخلص من هون. اللي على اليمين شب عليا، قمت ماسكه من زمرتي رقبته اخنق فيه اخنق فيه. التاني جه راح قمت ماسك الاثنين وفضلت عشر فيهم قمت طقشهم في بعض. ام ايه؟ قمت صاحي من الحلم.